شقلبتي كيانه، خليتيه خاتم في صباعك، مشيتيه في طريق الحرام اللي عمره ما كاله، ولما اتزنق بعتيه بالرخيص، ولما وقع من طوله وجاله سكر ما لقاكيش جنبه. بس والله العظيم ما كان أرجوكي ما تقاطعنيش، أنا مش بدافع عنك ولا بدافع عنه، أنا يا بنتي بفسر الصورة لكل اللي حصل، وده رد فعل طبيعي لكل اللي اتعمل، على قد محبك كرهك، وشيء طبيعي إن شيطانه يوسوس له ويعمل عملته السودة دي. يبقى مين بقى اللي غلطان، انتي ولا هو؟ أنا غلطانة من ساسي الراسي، بس ارحموني بقى، ارحموني وسيبوني في حالي عشان خاطري، أرجوكي خليه يطلقني. وابنك يا بنتي اللي انتي حامل فيه مش عايزاه. يعني يا بنتي في أم تتخلى عن ابنها اللي لسه ما شافيتوش؟ مش عايزة أي حاجة تربطني بيه، أنا خلاص كرهته. يعني مفيش أي أمل الأمور تصلح بينكم؟ الأمور خلاص باظت ومش هينفع فيها تصليح. يرضيك عايش مع واحد شهر بشرفي وسمعتي؟ انت ترضيها على بنتك؟ ان جيتي الحق يا بنتي لا، انا مش زي جنبه في سرير واحد وانا مش مأمناله. سيبوني في حالي بقى، ارحموني بقى، ارحموني ارجوكي، ارجوكي خليه يرحم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاضر حاضر يا بنتي اللي انت عايزاه. ألو؟ أيوة يا سعد، أنت فين؟ أيوة أنا عايزاك. طب ما تتأخرش علي. مع السلامة. لا خير خير ما تقلقش، خير إن شاء الله. مع السلامة يا حبيبي، بالسلامة. طمني يا بنتي إن شاء الله خير بإذن الله. فهمت يا شنواني هتعمل إيه؟ فهمت يا ست الناس. هتكلموا وتبلغوا بالمعاد والمكان اللي اتفقنا عليه، وما تنساش تأكد عليه يجيب الفلوس في شنطة واحدة. ولو جابهم في شنطتين يعني مش هتاخديهم؟ يا أخوي اعمل اللي بقولك عليه من غير غلبة. ماشي يا ست الناس، كنت عايز حاجة من تحت الحساب. مش لسه مدياك يا راجل 500 جنيه امبارح؟ العين طلباته كتير، ده انا بجيب له كوافيل بس في اليوم ب 100 جنيه. ماشي يا شنوان، العيل برضه حته لحمه حمرا ملوش دعوه باللي بينا. امسك 200 جنيه اهم. ايه دول يا ست الناس؟ قليلين قوي. ليه يا اخويا؟ دول بره عمولتك. وبعدين لسه في ال20,000 جنيه بعد ما تخلص العملية. بصراحة كده المبلغ ده قليل على المجهود اللي بنعمله.